أسوأ نظام في رمضان اللي يعزمك على الفطور ثم لا جيت حط لك تمر مويه وقال صل وتعال نزل الفطور. يا اخي خف الله يا اخي، يا اخي اسال واحد يصلي بدون ذهن. النبي عليه الصلاه والسلام ايش يقول؟ يقول لا صلاه في حضره الطعام. يا اخي انا اصلي هوجس في الاكل دابعني الجوع. يا اخي دف لي شويه سمبوسه فول تميز خفايف فطاير معجنات خلني اصلي. بعد الصلاه هات الثقيل، هات لي المقلقل، هات لي مكرونه، اذا ما دفني دف ثقيل. انا تعطيني تمر مويه ليه يا اخي؟ ارحم امك. لا والله غلط، قسما بالله غلط. انا اصلي وبالي ايش بيحطون على السفره؟ دفني شيء خفايف بعد الصلاه، اعطيني ثقيل. تمر مويه غلط، غلط يا عزيزي غلط، الله يرحم امك. اذا في تمر مويه قل لي لا تجيني، تعالي بعد الصلاه، ترى انا عازمك على الفطور بعد الصلاه. والله غلط يا اخي، اقسم بالله الواحد يقوم يصلي بدون دهن. خلونا ننقنق بعدين نصلي.